السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لأخواتي وبناتي وكل اللي متابعيني، وأهلا وسهلا بكل اللي بيشوف الفيديوهات ويشترك في القناة. يشرفوني وينوروني جدا جدا فيها. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة الحمام الكذاب، وصفة سهلة وسريعة ومش هتاخد وقت، ومن غير ولا ورق فويل ولا بلاستيك ولا أكياس ولا أكياس حرارية ولا خلة أسنان ولا أي حاجة. احنا هنعملها بكل سهولة وبساطة جدا جدا زي ما اعتدنا في قناتنا. ودي طبعا أكلة سهلة، طبعا بالنسبة لأن الحمام أسعاره غالية فدي أكلة تشبهه وفي متناول إيدينا، وأسعار الأوراك الفراخ دي في المعقول يعني. فإن شاء الله مع بعض بقى وكمان هنتعلم إزاي إحنا نخلي الأوراك دي أصلا، نجيبها من عند الفرارجي كده بحالها. حتى لو جايبة فرخة وعايزة تعمليها أنت في البيت حمام كداب، هتعرفي ازاي تخليها بنفسك وتحشيها وتعمليها حمام كداب. مع بعض هنشوف ازاي نخليها وازاي هنحشيها ونوصلها بالشكل ده. مع بعض نشوف الفيديو. دلوقتي معانا الوراك اهي، زي ما انتم شايفين وراك كبيرة جدا اهي، انا شطفاها حنفيها وغسلاها كويس يعني. فعملت واحد خليته، قلت نكمل مع بعض ايه، هنعمل واحد قدامكم كمان نعرف هو بيتخلي ازاي. وطبعا خليه مش صعب خالص. الجزء ده اهو انا هاخده كده، السكينة اللي تريحك في البيت، المهم انها تكون حامية. انا السكينة دي هي اللي بتريحني في السكاكين اللي عندي كلها بصراحة. فانا اول اشيل الجزء ده كده، شايفينه اهو اهو، معاه بالراحة كده. انا مش عايزة اضيع اللحم من الورك، عايزة استفيد بكل حاجة فيه. طبعا بيظهر دم بقى عشان انا كنت مجمداه وحطاه في الفريزر، ودلوقتي طلعته طبعا وفركته وغسلته، فبيبقى في بين العظم بقى بيظهر الدم، فمش مشكلة انا اغسله تاني طبعا وهتبله. العظمة دي ملهاش لازمة، مش عايزينها. اهي طبعا دي احنا مش هنرميها، احنا هنعمل عليها شوربة. فدلوقتي بقى ظهرت العظمة اللي هنا دي، فانا هحاول اسلك حواليها. العظمية دي اللي بتبقى ماسكة الورك من هنا كده. انا بسلك بس ايه حوالين العظمه دي، هو سهل مش صعب خالص. لو كانت صعبه ما كنتش هعملها، لان احنا بنعمل في قناتنا كل حاجه وبنسهل الصعب، وكمان بنختار الوصفات حتى لو كانت صعبه بنحاول ان احنا ايه نشوف الحاجه اللي نقدر نسهلها بيها ونعملها سوا. هو طبعا كيلو الاوراك المخلي غير كيلو الاوراك اللي بعظم في ما تيجي تشتريه، ده سعر وده سعر. واوقات انت بتكوني شاريه كمان الاوراك دي في البيت ومخليها، او جايبه فرخه على بعضيها وفجاه انت عايزه تعملي وصفه الحمام الكذاب ده، تعمليها ازاي؟ هتودي للراجل تاني ان هو يخليها لك؟ لا، انت اعمليها بنفسك في البيت كل حاجه بكل سهوله وبساطه، بنقدر نعمل حاجتنا. زي ما قلت لكم العظم ده يعني حتى لو طلع فيه حته لحم ولا حاجه من الورك فاحنا مش بنرميه، احنا بنعمل عليه شوربه. انا مش عايزه اكسر العظمه دي، انا وصلت للمفصل بتاعها بس مش عايزه اكسرها عشان هي مخلياني متحكمه في ايه في الورك كله. يعني انت بايدك كمان بتساعدي، مش لازم بالسكينة كله.
سهل مش صعب خالص والله، ولا تستعملي سكينة حامية قوي تأذيكي، ولا تستعملي سكينة تلمى قوي تغلبك. أكيد كل واحدة في بيتها ليها سكينة كده بتعزها بتستريح معاها. يعني أنا عندي سكاكين كتير جدا، بس السكينة اللي انتوا شايفينها شكلها مش ولا بد دي، بصراحة يعني أنا بدور عليها كده في البيت دايما، فين محدش ياخد سكينتي، سكاكين كتير محدش ياخد سكينتي، ومع ذلك ولادي بقى من عشقي فيها بياخدوها. العشق الممنوع سكينة. أنا كمان عديت المفصل أهو، يعني عرفت أجيب آخر ال آخر الورك أهو. إن أنا بعمل كده بنضف حوالين بسلك حوالين العضماية نفسها أهي. طبعا انا هعمل ده بس قدامكم، والباقي انا هعمله مع نفسي عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم، بس انا مش عايزه اقطع الفيديو لما ده يخلص خالص، عشان خاطر ان انا كمان هحشيه قدامكم برضه، فالفيديو عامه كله ما يبقاش طويل. شايفين انا وصلت للاخر اهو، ده اخر العضمايه الورك. هعمل ايه دلوقتي؟ اهو كده كويس قوي اهي، شايفين العضمية. انا طبعا بقى بالسكينة اللي انا مش بحبها دي هستعملها بقى في حاجة تانية خالص. شايفين العضمية دي، هروح ايه خبط عليها خبطة كده اهي. شايفين العضمية دي اتكسرت ازاي، انا مش عايزاها بقى خلاص. والمقص ده رفيق الدار بصراحة، انا بحبه برضه. اهو العضمية اهي اتخلت، طلعتها وادي الورك بكل سهولة وبساطة. شايفين اهو، هنحشي بقى، لما نحشي هنحشي من جوه كده وهنشوف مع بعض طبعا. دلوقتي بعد ما طبعا خليت الاوراق كلها اهي وغسلتها، هعملها تتبيله بسيطه كده وسهله قوي. هي عباره عن ملح وكمون وكزبره وفلفل اسمر، واحطهم هنا كده مع بعض، وهضيف لهم شوية خل. وأقلبها مع بعض، أقلبها كويس. بعدين أحط الأوراق كده أهي، أفتحها كده عشان أتبلها كويس بالتتبيلة البسيطة دي كده. انا عايزه اتبلها كويس، والتتبيله دي هسيبها فيها ايه، هسيبها فيها شويه كده بتاع مش اقل من نص ساعه، عشان تاخد التتبيله وتبقى الطعم حلو وحقيق في نفس الوقت. فانا اقلبها كويس بقى مع بعض كده واسيبها، ونرجع نحشي مع بعض ان شاء الله. ودلوقتي طبعا بعد ما تبلت طبعا الفراخ وسبتها في التتبيله مش اقل من نص ساعه، لو انت عايزه تتبليها بالليل مفيش مشاكل. حضرت بقى معايا بصلايه مبشوره، وكمان ده كوبايه رز نقعتها في الميه برضو نص ساعه اهي. هعمل ايه، احط البصلايه على المبشوره على الرز. انا مش هسوي الرز، انا بنقعيه عشان يكون سهل ان هو يستوي في قلب الاوراق. ودي البهارات بقى، فلفل اسمر وكمون وكزبره ناشفه وملح، حطهم عليه واقلبهم مع بعض. كمان عايزه احط عليه سمنه وزيت. احط كمان عليهم معلقه السمنه دي، وكمان شوية زيت. عشان الحاجة تكون طعمها كويس.
الرز الحشوة يعني بتاعت الوراك. السمنة المكملة بقى حتى لو بره الثلاجة من جو الشتاء اللي احنا فيه ده، هيتقلب كويس. طبعا انا كده مجهزه ان انا احشي على طول. ادي الحشوه الرز اللي قلبنا سوا وعملنا سوا بالتوابل والسمنه والزيت، احط معلقه كده في قلب الورك، احاول ادخل طبعا في الحته اللي انا مفضيها مفرغاها من العظمه. كمان معلقه هنا كفايه عافيه. شايفين كده هلمها على بعض بقى كده. ممكن تعمليها بخلة اسنان لو عندك، هتبقى سهلة جدا بخلة الاسنان كمان، بس انا هعملها النهاردة بالخيط. انا مجهزة خيط اهو، خيط بتاع الخياطة انا عندي بستعمله في اعادة التدوير والخياطة بتاعتي، اللي هو الخيط الجبس ده. انا هلف كده، بسم الله. طبعا خدت وقتها في التتبيلة والخل طبعا والبهارات بتتخلل الأمسجة بتاعت الورك نفسه فهتستوي يعني. تتبصل زي ما احنا شايفين، ننضفها بقى من ونحاول نثبت اكتر من كده البتاع نفسها الورك كده اهي. وطبعا انا مجهزه صينيه حاطه فيها بصل كده زي ما انتم شايفين، هرصها فيها كده بقى واكمل بقيه الكميه ونشوف هنعمل بعد كده ايه. دلوقتي طبعا بعد ما حشيته كله هعمل ايه؟ طبعا انا الفرشه دي طبعا زي ما شفتوا بصل من تحت كده، احط بس احط مج ميه كده او مجين، ارش دول اول شويه البهارات دول كده، ملح وكمون وفلفل اسمر، احط عليهم ايه، احط عليهم قد مج ونص ميه كده، واحطهم على البوتاجاز من فوق، ونرجع نشوف احنا هنكمل هنعمل ايه والنار بتاعتها عامله ايه. ده الحمام بعد طبعا ما سويته ازاي بقى. طبعا انا حطيته في الصينيه قدامكم على البصل، وبعد كده حطيته على النار. بعد ما ضفت له الميه حطيته على النار، قعد يا دوبك خد غلوه واحده على النار، ورحت موطيه عليه ووطيت عليه النار، قعد ربع ساعه. وبعد كده بعد ما استوى الربع ساعة دي، خلال بعديها على طول رحت حطاه تحت الشواية، نقلته في صينية تانية وحطيته تحت الشواية لغاية ما لونه بقى كده. بكده الفيديو خلص، وبتمنى انه ينول اعجابكم، وما تنسونيش في اللايك والشير، ولو في اي سؤال اكتبوه في تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.